وصيله وطني احلى الاوطان منك نحنا ما منفل انت الجني يا لبنان حكامك عشابك السيوف ضميرنا الاخر نسيو قرر شعبك انه يثور يرفع علمك بالميدان. مساء الخير من ساحة الشهداء، نواصل مواكبة ثورة 17 تشرين التي انطلقت شرارتها من هذه الساحة، ساحة الحرية وساحة الكرامة التي قرر وأراد اللبنانيون أن يستعيدوا على أرضها حريتهم وكرامتهم من جديد. أنا اليوم ما كتير رح أحكي عن المطالب التي أطلقها اللبنانيون في هذه الساحة وفي عدد من الساحات في لبنان، ولكن النقطة الأهم في هذه الثورة أو في هذا الحراك الشعبي هو المشهد اللي نحن عم نشوفه ورانا، الوحدة الوطنية التي جمعت كل اللبنانيين بعد أن حاول السياسيون لسنوات طويلة تفرقتهم من خلال الطائفية. الحراك انطلق في كل المناطق اللبنانية، شرارته انطلقت هنا في بيروت، ولكن عم نشوفه ببعلبك، عم نشوفه بالشوف، عم نشوفه بالمتن، بجل الديب، بطرابلس التي تعتبر أيقونة الثورة اللبنانية. فاليوم نحن عم نواصل هذه التغطية هنا من ساحة الشهداء لكي نظهر ونبين الوجه الجميل لهذا البلد لبنان والأهم لشعبه اللبنانيون. كلمة للشيخ سعد، نحن منحبك كتير ونحن انتخبناك للشيخ سعد، بس كرامة هالشعب كله استقيل بقى وخلي بقى ينزلوا كلهم عن كراسيهم حجم تكمشين فيهم وسرقوا بزيادة للي سرقونا هابو، وخلينا نعمل نرجع حكومة جديدة وانتخابات جديدة مبكرة. ما عنا سلام بلبنان، بنضلنا خايفين على أولادنا وعلى الحياة وعلى الشغل وعلى المعيشة. أنا صار لي 20 سنة بشتغل ما مصمدة ليرة لأولادي إذا بدهم يفوتوا لا سمح الله مستشفى. جاي على التظاهرة بس كرمال الثورة، وجاي يقول ثورة ثورة ثورة، عطونا الحرية وعطونا السلام وعطونا الطفولة وفلوا من هون كلكم، يعني كلكم ما بدنا نفل من هون، بدنا نعيش هون، بدنا ندرس هون. Thank you, peace and love. صرنا عم نناشدها 11 يوم بهيدا النهار انها تسقط، لانه خلصنا بقى فساد بهيدا البلد، وهن كل الشعب عرف انه الناس حراميه، فشو بعدهم ناطرين انه خايفين على الكرسي اكثر من شعب وطنهم؟ جايين من رشي الوادي تنقول للسلطه خلص بقى كفاهم، صار لهم 30 سنه بيحكمونا، ما عملنا اياهم، نحن اللي جبناهم وهلق نحن عم نقول لهم يفلوا وما يوحجونا ناخذ اجراءات اكثر من هيك، نهجم على بيوتهم، طلعهم من بيوتهم غصب عنهم وعن كراسيهم. طيب انه هيدا الحديث اللي عم بيقولوه الناس هون، هيدا بدل يعني الجميع من مناطق مختلفه بلبنان، كلنا عم نحكي صوت واحد انه شو المطلوب هلا؟ انه تسقط الحكومه الفاسده، وهن كلهم حراميه والشعب كله عارف، فخلص بلا ما بقى نضحك على بعض ويضليهم متمسكين بهالكراسي. نحن يعني كلهم الشعب الشعب يريد اسقاط النظام. ثورة 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 ثورة. أهمية الحراك اليوم
بساحة الشهداء، يعني كل اللي نحن استمعنا لهم من مناطق مختلفة، أكيد من مناطق مختلفة، وهيدي أهمية الحراك وهذه الثورة، ثورة 17 تشرين. جنوب بقاع بعلبك، شوف شمال طرابلس، بيروت، نحن كلنا يعني هذه الساحة تجمع كل اللبنانيين، كلنا تخطينا الحاجز الطائفي اللي كانوا السياسيين عم يجربوا انه هن يحجزوا اللبنانيين خلاله لسنوات طويلة، ولكن اليوم اللبناني وعي وخرج من هذه الطائفية، وكلنا اليوم عم نكون ايد وحدة بهيدي الساحة من كل المناطق في لبنان. تخطينا فكرة الزعيم اللي كانوا عم يضحكوا فيها علينا، بس عم نفكر بشغلة وحدة، كيف نبني لبنان. انا بدي اقول لبنان هو مهد الحضارة، مرقت عليك كل حضارات العالم وعلمنا العالم الحضارة، ما حيجي حدا ياخد ارضنا وهن مننا وفينا، فعشان هيك نحن صرنا، نحن مقاوم، المقاومة مش برا على الحدود بس، المقاومة بقلب البلد، نحن لازم نرجع وطننا من ايد الحرامية والسرائين، كلهم يعني كلهم، لبنان كلهم يعني كلهم، كلهم يعني كلهم، كلهم يعني كلهم. نحن منوجه للعالم العربي وللعالم الأجنبي أجمعين إنه نقول لهم شوفوا لبنان وتعلموا منه الثورة، هيك بتكون الثورة، ثورة حضارية إسلامية، نحن ما من وطنية، نحن ما رفعنا سلاح، بالعكس نزلنا سلمية، سلمية سلمية سلمية. بدنا ناكل، بدنا نعيش، بدنا ناكل، بدنا نعيش. ثورة ثورة ضد الكلهم، ثورة ثورة ضد الكلهم. يسقط يسقط حكم الأزهر، يسقط يسقط حكم الأزهر. أنا من البقاع من المرج، عشاير عشيرة بعيد، ونحن بندعم الثورة وقدها، ورح نضل ننزل على بيروت وندعمها، وإن شاء الله يطيرن كلهم لأنهم كلهم حرامية قتلونا، بدنا نتنفس. نحن أول شيء كهرباء ما فيه، مي تنقطع على طول، محرومين من أدنى شغلات صغيرة لازم تكون عنا حرمينا إياها. نحن بننزل ننتخبهم وكل شيء، بيوعدونا بكل شيء، بس حرامية بس يطلعوا كل شيء على الماء، خلص بينسوا الشعب، حرامية ولازم نغيرهم، ورح نضل على القرار، وقرار واحد صامدون صامدون. نحن صحيح قاعدين بس مش تعبانين أبدا، مش تعبانين، رح نكفي لاخر الثوره ليسقطوا كلهم، كلهم ان شاء الله، كلهم يعني كلهم. نحن منطقه المرج على الغربي، نحن ضيعه معروفه، عايشين بين مجورين، نهر الغزاي ونهر الليطاني، يعني روايح شيء بيعقد، وانا كذا سنه عم نطالب وعم نطالب وما في اي تغيير. امراض سرطانيه، وامراض اكثر نسبه امراض سرطانيه بالمرج وبالياس بالبع الغربي، وحدث ولا حرج ولا حياه لمن تنادي. واكيد بدنا فرص عمل للشباب، وبدنا بلد يكون حلو، لأن الشعب اللبناني كله بيحب الحياة، والحمد لله السياسية عندنا حارمينا الحياة. حرام حرام هيك شعب يكون مفروض عليه ضرائب، حرام حرام هيك شعب يتبهدل هيك بهدلة، الله يسامحهم. بدي مثل ما العالم بده، بدي لاقي شغل، بدي اشتغل، بدي اتجوز، بدي أمن. 25 سنة صار لي، 25 سنة لليوم لا شغلي ولا شيء، قاعد كل ما بدنا نروح على محل بدنا نعمل 100 واسطة و100 شغلة لحتى نفوت، وبالآخر بس يلاقونا اسلام لبرا، وبالأحر سني لبرا. شو الحلو بهيدي الثورة؟ يعني كله توحد، لبنان كله توحد، أكتر أنه الطائفية انلغت، ما عاد شفنا شعارات سياسية ولا لأي سياسي، كنا عايشين تحت، كنا عم نحكي تحت العلم اللبناني، بس هذا أهم شيء. وأنا بالنسبة لي أنا ناطر فيزا لفلعة كندا، وهالشيء ما دعني أني أنزل، لأن بيوم من الأيام رح أرجع أجي أعيش بلبنان، وبلد بس صراحة ما بينعش فيزا ضل هيك. كرمال هيك نزلنا، نحن بدنا كثورة وبدنا شغل، لا في كهرباء ولا في مي، بدنا شغل، كاتش سيج صار حقه 25,000 كاتش سيج، شو هالحالة هيك؟ هيك بده يضل المواطن، هيك بده يضل. هذا الشاب عنده حالة خاصة، ولا شؤون ولا شيء، ولا شيء، ما فيش دولة والله تجي تحكي معنا ولا شيء. نحن جايين لهون لنقول كلهم يعني كلهم، من رئيس الجمهورية، نحن شعب طلعي، شعب كله شاب معقول، ختيار عمره 50 سنة ما بيحكيش كلمتين يجي يحكمنا؟ ما بنقدر نحن نكون هاي، كلهم حرامية من 30 سنة لهلأ، كلهم يعني كلهم، كلهم يعني كلهم. احنا بالبقاع الغربي صرنا 30 سنة عم نموت من ورا الليطاني وريحة الليطاني،
أمراض السرطان ببرلياس وبالمارش فوق ال 200 حالة كل سنة، وفي موتى وفي شهداء. هذا الحكي ما بيصير، صار لهم أكثر من فترة عم بيقولوا رح ننظف ورح نعمل، كل مرة بنعمل تقرير وبنرفع شيء للدولة ما بيجوا ما بيعبرونا، بدنا إياهم يفلوا كلهم من رئيس الجمهورية لحسن نصر الله ولا للطائفية. كلهم يعني كلهم. كلهم يعني كلهم. عم نحكيكم هلا من خيمة الاعتصام المفتوح المقامة على مفرق سوق الخان بقضاء حصبية من أهالي حصبية والعرقوب والقرى المجاورة. الحل هو برحيلكم. القضية ليست قضية مطالب أو ضرائب أو إجراءات، القضية هي طبيعة هذه السلطة وسلوكها وسياساتها التي أوصلت البلد إلى الانهيار. لا ثقة بهذه السلطة ولا شرعية لها بعدما أسقطها الشعب اللبناني في الشوارع. لا ثقة بمن سرق المال العام. هيدي الحكومة أهل جنوب اليوم، أهل جنوب اليوم اللي مشاركين بهذه التظاهرات وأنا منكم. شو جايين عم تطلبوا اليوم أهل جنوب؟ نحن مثل أهل يعني مثل بيروت ومثل طرابلس ومثل الجبل ومثل البقاع وبعلبك، نحن عنواننا مقاومة، بس هيدي الحكومة ظلمت شعبها، لازم ترحل وغير مأسوف عليها. من سخرية النظام بلبنان إنه إذا شاب معه شهادة ماجستير ما بيلاقي فرصة عمل، وبيجي شاب تاني بيجيب شهادة مزورة بيعمل رئيس دائرة وبيعمل نائب وبيعمل رئيس حكومة. هيدي قال له ما فيك تحكي مع موظف عادي بالدولة، وإذا بتفوت على أي دائرة بتعمل إخراج أيد كأنك فيت على مديرية مخابرات. هيدا الشعب يأس، هيدا الشعب ما عاد يتحمل هيدا الضغط. هيدا الشعب اللبناني شعب حر، شعب مرتب، شعب مثقف، ما عاد يقبل للجهلة تحكمه. هيدا النظام لازم يتغير من أعلى الهرم لأسفله. من أين لك هذا؟ عم تلعب بالملايين، ملايين المظلومين، ناصب على مين ومين؟ من أين لك هذا؟ دخلك اللي كبير. يلي صاير هو ردة فعل على أفعال قامت فيها السلطة، ومش فعل قام فيه المجتمع المدني ضد السلطة. انت كتير كل العالم تعرف كتير منيح شو صار قبل ما تصير هيدي الثورة. صار في قطع بنزين، صار في تجمع الناس على المخابز ليجيبوا خبز، صار في حرايق بالبلد، فبالتالي هيدي ردة فعل الناس قامت فيها. هذا أولا. ثانيا، نحن ما منتفوض باسم حدا، مطالبنا واضحة ودغري موجهة، استقالة الحكومة. شو بدها مفاوضات؟ نحن طالبين من هذه الحكومة تستقيل. ليه بدنا نفاوض باستقالة حكومة؟ تستعيد الحكومة بعدين بندرس في عنا خيارات تانية، ولكن المطلب الأساسي والأوحد لكل المتظاهرين هون إنه في جماعة فشلوا بإدارة شؤون الناس، صار لازم تفل عبيوتها. بالنسبة للطرقات، هيدي ورقة ضغط، ورقة ضغط سلمية بتقوم فيها الثورات بكل العالم، ورقة ضغط. ويلي بيقول إنه نحن مسكرين كل الطرقات، أنا عم لك هذا الشيء مش مزبوط. نحن مسكرين طرقات رئيسية فيها العالم تفوت من الطرقات الداخلية بتوصل على مطرح ما بدها، ولكن نحن اليوم صرنا مسكرين طرقات 10 أيام، وجع ساعة ولا وجع كل ساعة. نحن اليوم عم نخلق بلد جديد، بلد لكل اللبنانية، مش بلدنا لنا لوحدنا، ولا بلد المجتمع المدني، ولا بلد المعارضة، بلد لكل واحد شارك بالمظاهرات ولا ما شارك بالمظاهرات. اليوم تسكير الطرقات والثورة يلي صارت قدرت ترجع على الخزينة 5 مليارات دولار. نحن تقريبا قدرنا نرد لكل لبناني 1000 دولار بهذا الشيء اللي صار، ومكملين وكل يوم عم نحقق انتصارات. معلش انا بتمنى من الشعب اللبناني، مش كل مره عندنا ثوره، مش كل يوم عندنا ثوره، يصبر شوي. لبنان بعد 17 تشرين غير لبنان قبل 17 تشرين، قربنا نحقق انتصاراتنا. انا بدي اسال،
هل انتصار الشعب على الحكومة مذلة لألهم ولا مذلة للشعب؟ نحن اليوم هودي جماعة موظفين عنا، شو من طالب معنا حق، ما علي شيء، قد ما بدهم يكبروا يكبروا. في مليونين لبنان نزلوا على الساحات من طرابلس لصور، الحكومة بدها تستقيل، ما استقالت الحكومة ما علي شيء، نحن نفسنا كتير طويل. إذا هني حريصين مثل ما بيدعوا على مصلحة الشعب اللبناني وعلى مصلحة الدولة اللبنانية، ما علي شيء يقدموا استقالتهم. ما حدا عم بيقول لهم فلوا على بيوتكم، أنا بعرف وكل العالم تعرف في جمهور لهم، في جمهور انتخبهم، ما علي شيء. نحن كمان بنفس الوقت عم نحاول قد ما فينا نوصل صوتنا، وهني عم بيحاولوا قد ما فيهم كمان يضلوا متشبسين بالحكم، ما علي شيء يستقيلوا، يدعوا لانتخابات نيابية مبكرة. كل العالم ترشح الانتخابات، ما في فراغ أبدا، كل العالم تترشح، هن بينجحوا بيجوا بيستلموا إدارات الدولة، ونحن إذا ما طلعنا ولا صوت ما طلعنا ولا صوت، نحن بنقعد ببيوتنا. بس كمان بنفس الوقت ما فيهم يخوفوا العالم من الفراغ، ما فيهم يقولوا لا ما بدنا نستقيل. ليه ما بدك تستقيل؟ شو أبرز إنجازاتك حتى ما بدك تستقيل؟ هيدي الحكومة بعهدها لهي الحكومة صارت أحداث أمنية ما عم بتصير هلا. الأفران عم تخبز وتعطي للناس، الخبز ما انقطع، البنزين هن وحاكمين كان كل يومين ثلاثة أضرب محطات البنزين، هلا محطات البنزين قاعدة بتعطي وبيقولوا لنا شو بدكم تكرم عينكم. صورة بلدنا عم تخلق من جديد، صورة لبنان عم تخلق من جديد بعد 17 تشرين، هن بيعرفوا ونحن بنعرف والشعب كل اللبناني بيعرف اللي بالسياحة واللي قاعد ببيته انه اليوم حققنا اكبر انتصاراتنا خوفناهم. كانوا مخوفيننا بالطائفية، اليوم الشيعي والسني والمسيحي والدرزي حط بعضهم بهذه الساحة. كانوا مخوفيننا بالمناطقية، الثورة امتدادها من الحدود للحدود مع العدو الإسرائيلي، لأنه يمكن هن مفكرين أنه نحن ضد المقاومة. نحن بنقول لهم نحن أكثر ناس مع المقاومة، نحن مع مقاومة إسرائيل، ونحن مع مقاومة الفساد، ونحن مع مقاومة كل واحد بده يفقر الشعب اللبناني وبده يذل الشعب اللبناني. نحن بنخوفهم مش بنخاف منهم. حبيبي خبريني كمان بنتك صح؟ خبريني انت اليوم نازلة على التظاهرة، خبريني انت شو بدك؟ بدي تسقط الدولة، خلينا ننبسط لأنه كنا نحن بمدرسة خاصة عم نتعلم أحلى علم، بس صرنا بمدرسة رسمية. من روبا لبنان نطير.